لازم أنمو روحيا باستمرار. ونصيحة أقولها لكل واحد فينا، امشي بالتدريج، امشي بالتدريج. يجي واحد يقول لي بس بصراحة أنا خايف وأنا بنمو أقع في البرد الباطن. أجاوبه بحكاية من حياة البابا شنودة. بابا شنودة لما دخل الدير وشاف حياة القديسين وعشان يفكر نفسه ازاي يستمر في النمو، جات ورقة وكتب عليها لسه بدري عليك، ودبس الورقة دي في الترابيزة اللي بيقعد يكتب عليها. كل ما يجي يقعد على الترابيزة عشان يكتب ويقرا الكتاب المقدس ويعمل أي حاجة، لسه بدري عليك. هو احنا مشينا حاجة؟ ده احنا المفروض نطير ناحية ربنا. إن معرفناش نجري نمشي، وإن معرفناش نمشي هنزحف، وإن معرفناش نزحف متروحش مكانك. طب وقفت مكاني مرجعش لورا؟ واخدين بالكم ازاي؟ عشان كده لو انا حطيت الحاجات دي قدامي مش شايفيني اي حاجه. كل حركه مستمره بتدفعنا الى تضاعف. ربنا كل عمل بنعمله جوه قلوبنا هو شايفه. ولما نعمل اعمال ترضي ربنا حتى ولو صغيره ربنا بيجازينا عليها. تقول يعني ايه؟ المرأة اللي راحت حطت التمثيل ربنا شافها انها اعطت من كل الجميع، انها من جوه اعطت من احتياجاتها. فما قدرناش على الكمية ومالنا بغزارة، أقدم النوعية. يعني ايه؟ قلنا عن الصلاة نخليها فهم وخشوع. طب مش قادر افتكر النص اليمين، ما قالش الجمله واحده، فهي جمله كانت في النوعيه. خد الملكوت العشار قال جمله واحده خرج منها مبرر، بينما الفريسي قعد يقول معرفش حاجه. يبقى ممكن اخش في النوعيه لو مش قادر على الكميه. حط ربنا قدامك في كل وقت، زي ما قال داود النبي لعبد الرب امامي في كل حين فهو عن يمين لكي لا اتزعزع. اقرا رسائل القديسين قلبك من جوه هيندهن. اقرا اقوال الاباء قلبك من جوه هيندهن. ابحث ودور عن الحاجات اللي تمشيك لقدام، الحاجات تدفعك تديلك حراره تخليك تستمر. اختار الأصدقاء اللي هم يدفعوك لقدام، مش تختار الأصدقاء اللي بعدوك عن المسيح. اختار الكتب اللي تقراها اللي تساعدك على النمو. اختار العظات اللي تساعدك على النمو، مش تتفرج على أي حاجة تبعدنا عن روح ربنا وتشغل مخك.